مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم، اسعد الله صباحكم هذا بكل خير، احييكم باجمل تحيه من هنا من ميدان الهباب، من ميدان الذهب، من ميدان العمالقه، حيث نلتقي في هذا اليوم مع جائزه سيدي سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفه ال نهيان، ممثل حاكم في المنطقه الشرقيه حفظه الله ورعاه، واسبوعنا الثالث على التوالي التي تنطلق فيه هذه الجائزة مع هذه الانطلاقة الأولى لفئة الأبكار الفطامين. ترحيبنا بكل الأخوة الحاضرين، ترحيبنا بكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، على بركة الله ننطلق مع أول الأشواط الصباحية لمسافة 1500 متر. نذهب إلى المقدمة لنتابع شعار محمد بن سيف بن علي بن كليب من يتقدم الجموع ويعلن عن وجوده في هذا الشوط الرئيسي. النقلة التالية على المركز الثاني وثاني المراكز جبارة ناصر بن عبد الله السعدي من يأتينا مع جبارة ليتابع أيضا هذا التحدي. المركز الثالث مرموقة مهير بن خلفان بالعامري يأتينا ثالثا، والمركز الرابع على شعار سعيد بن علي بن رشيد من يأتينا على المركز الرابع، وعبيد بن سلطان بن رشيد المركز الخامس، عبيد بن سلطان بن رشيد. هذه النتيجة متابعينا الكرام مشاهدينا الأفاضل، ولكن جبارة بن كليب يا سلام يا سلام، تروح عن الشوط، تروح بهذا الرقص وبهذا العزم، تحمل شعار محمد بن سيف بن علي بن كليب من يتقدم. أما المركز الثاني مهير بن خلفان بالعامري على ثاني المراكز مع مرموقة. أما المركز الثالث الشاهينية عبيد بن سلطان بن رشيد، والرابع جبارة العبيد بن سلطان بن رشيد، ولكن جبارة بن كليب تعطي العطاء وتأخذ المنوال، تأخذ المركز الأول بهذا النشاط وبهذه القوة وبهذا الناموس. يا سلام يا سلام، تروح بهذا الشعار، تروح بهذا العزم، ما شاء الله تبارك الله، تزيد من السرعة، تروح مع الشوط. نهني محمد بن سيف بن كليب على أول الافتتاحية في صباح هذا اليوم، تهانينا يا بن كليب. أما المركز الثاني مهير بن خلفان بالعامري، المركز الثالث عبيد بن سلطان بن رشيد، الرابع عبيد بن سلطان بن رشيد، والخامس شعار بن كليب. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل في هذه الجولة، في هذه المسيرة، في هذا التحدي. تهانينا وألف مبروك لمهير أول محمد بن سيف بن علي بن كليب، التوقيت الزمني الذي تحقق دقيقتين و11 ثانية، هذا هو التوقيت الذي يدون عندنا في هذا الشوط.